قالت الشرطة في إندونيسيا أن انتحاريين هاجموا 3 كنائس بمدينة سورابايا ثاني كبرى المدن في البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة قرابة 40 آخرين. وقال مسؤولون لوسائل إعلام محلية أنه جرى إحباط هجوم على كنيسة رابعة. وبحسب الشرطة فإن 10 دقائق فقط كانت تفصل بين الهجمات المتتابعة، وكانت إندونيسيا أكبر بلد ذات أغلبية إسلامية في العالم شهدت مؤخرا عدة هجمات داخلية نفذها متشددون.